كدب وربحنا يسو سارين هيدها وقوة وين إلالين تحقوق دادنها Human Rights Watch iyo Amnesty International taas oo ku saabsanay tacadiyada ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia ayaa fayan u hadlay wasaaradda amniga dibadda Mareykanka Ned Price waxa uu sheegay in ay dawladda Mareykanku aad uga walaacsan tahay in kumanaan Ethiopian ah kuwaas oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigray ay u xiran yihiin wali si sharci darro ah galbeedka Tigray isla markaana ay noloshoodu halis ku jirto دولد امرايكن كايا موچي سي ولا عاي كاقب تو ورار كاشيغ ايه قبوض فالادا كرد عاي قبل كاسي تكرا ايه توبيا انتي اي سعودين داقالا دي ادحي ايه عدمد دولد ايه توبيا او كاشان ايه مليشياد امحارا اه ايه دين عي ايه اسكسو هر چي دين ايه چبهاد حرين تداد كا تكرايغا TPLF وربحنا هاي صوبان ديجين هاي يدها Amnesty International ايو Human Rights Watch وحلقو صوبان ديجي تعديو اي جيستين عدمد عم حاردا كواسي او غعان كيلي عدمد دولد اه ايكو حملي شيادا وحانا وربحنا هاي هاي يدها ني صوصارين انتاسي كدرين ان بقلال رايدا هاو كنو القلبات كتكري لقو خصبي اني قريوهو دا كبحان يدو هنچبادها كسكونا لو جيستي حد قدبية قلمو دلال شرع درا اه او دعاي اي ان لغوهريس داقي قرقار كبناد من نمدا وربعين تودان كامريكان كو سوحيغة تي وربحنا هاي هاي دهاني قران ايا سيدو كلا لغو صوبان ديگاي عداي مردي ما شوو كدعاي حبسي يدا قلبات كتكري ايو كفسي وضاريدي اي جيستين عيدا مدا امانكو دولد اي توبيا ايا شاكتي اني سي تحدر له او باري سو وربحناها انكستو اي كو ايدي سي اني يهين كو هال دين عون حوق ساريا احمد محمود يوسف تلفيشن كساب قون مال اسلام اي فتوى مقبتا ويديمو ديني اه مدونيسا موبيل كاغا اناد كبرتو عشر ديني اه او اف صوماليا اسلام اي فتوى وحد كيليسا فتوى ديني اه تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى اما إسلام ونادر هل شن إبر